ودلوقتي بنفتح الباب لاسئله الساده الاعلاميين الصحفيين، فاسمحوا لي ادعو الاعلاميه منى عبد الوهاب المنسق العام والمتحدث باسم مهرجان العالمين الجديده للرد على الاسئله. الساده الزملاء الصحفيين اتفضلوا باسئلتكم. علي كاشوتي رئيس قسم الفن في اليوم السابع. اهلا بك. اهلا بيك. طبعا انا بحيي كل قائمين على المهرجان على فكره تقديم 60% من ارباح المهرجان لصالح فلسطين، وكنت حابب اعرف دول هيتوجهوا للاغاثه مثلا او الهلال الاحمر، او هيتم شراء مثلا منتجات لمصابي فلسطين بشكل مركز اكتر. طيب تمام. عندي سؤال تاني له علاقه بترشيد الاستهلاك الكهربائي، باعتبار ان الدوله كلها بترشد الاستهلاك، هل في خطه معينه لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالنسبه للمهرجان؟ اكيد طبعا، الشركه المتحده مؤمنه بدورها الوطني في خطه ترشيد الكهرباء، وبالتالي عاملين معظم فعالياتنا بالنهار. امير محمد خالد، مدير مكتب قناه عمان تي في الاردنيه في مصر. اهلا بحضرتك. كنت عايز اعرف تفاصيل المشاركه السعوديه في مهرجان العالمين الجديده، وعايز احييكم على رفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري. شكرا. المشاركة السعودية في فعاليات مهرجان العالمين، هو أي مهرجان المفروض أنه هو يشارك مع بلدان أخرى وجهات متعددة، دي مشاركة من المنطقة العربية، وبالتالي كمان في مواسم اللي بتحصل في السعودية هيكون في مشاركة من مهرجان العالمين بفعاليات وبإنتاجات مصرية بإذن الله. تمام، شكراً. كل الشكر للسادة الصحفيين على الحضور والمشاركة في مؤتمر النهاردة، والحقيقة إنه يعني إحنا خلاص بصدد البدء في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية، يعني من 11/7 ل 30/8 هنشهد فعاليات مهمة جدا، فعاليات ثقافية ورياضية وفنية، حفلات كبيرة جدا بجانب كل الأسماء الكبيرة اللي أشارت إليها زميلتي العزيزة منى عبد الوهاب، في حفلات كبيرة جدا، في حفلات لنجوم كبار جدا، تامر حسني، عمرو دياب، تامر عاشور، قاسم الساهر، وغيرهم كتير جدا من الفنانين اللي هيكونوا موجودين هنا من مدينة العالمين. السادات والسادة الحضور، احنا سعداء جدا بوجودكم معنا النهاردة، والحقيقة واجب شكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دورها الوطني في تطوير وهيكلة الإعلام المصري، والمساهمة في إنتاج أعمال درامية متميزة من خلال توظيف القوى الناعمة في هذه الأعمال، هذه الأعمال اللي بتساهم بشكل كبير جدا في تشكيل الهوية وبتضرب الأمثلة في البطولة والفداء. ده بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المجتمعية اللي بتعكس حرص القائمين عليها على القيام بدورهم المجتمعي تجاه الوطن والمواطنين. مرة أخرى بجدد الشكر للسادة الرعاة، البريد المصري، سيتي إيدج للتطوير العقاري، حديد عز، سيراميك الجوهرة، العرجاني جروب، صندوق التنمية الحضرية، جلوبال أوتو جروب، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، ريكسس مصر، وكونسل ماسترز. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حضوركم النهاردة، وإن شاء الله لقائنا يتجدد مرة تانية في الإعلان عن إنجازات جديدة لمهرجان العالمين الجديدة. شكرا لحضراتكم.